تمام يا دكتور، التسجيل بدأ. التسجيل بدأ. اه دكتور اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي نكمل إن شاء الله تخطيط المواني. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الأرصفة، قلنا إن هي ممكن تكون موازية لخط الشاطئ أو على شكل أحواض لو هي داخل الشاطئ، أو على شكل مولس لو هي بارزة عن خط الشاطئ. تمام. بالنسبة لي حساب عدد الأرصفة، الطريقة التقريبية أو approximate method، إن العدد التقريبي للأرصفة بيساوي الـ AN اللي هي الحمولة السنوية من البضاعة بالطن، اللي هي بتدخل الرصيف. تمام. على R، حيث أن R هو معدل الشحن والتفريغ، بالطن على الساعة. تمام. D اللي هي عدد أيام العمل في السنة. تمام. وهي ممكن ناخدها 300 يوم ما لم يذكر خلاف ذلك. تمام. H اللي هي عدد ساعات العمل في اليوم. تمام. وممكن ناخدها 16 ساعة ما لم يذكر خلاف ذلك. يبقى من القانون ده بنقدر نحسب عدد الأرصفة التقريبي الخاص بكل نوع من أنواع البضاعة اللي بتدخل الميناء. تمام. الـ N تمام بتساوي الحمولة السنوية اللي بتدخل، الحمولة السنوية من البضاعة تمام بالطن، على معدل الشحن والتفريغ بالطن على الساعة، على الـ D اللي هي عدد أيام العمل في السنة، على الـ H اللي هو عدد ساعات الايه العمل في اليوم. بالنسبة لي مساحات التخزين ستورج بس اريا، اللي هو بسيط بالنسبة تمام. اول حاجة عاوزين نحسب بقى مساحات التخزين على الأرصفة. بالنسبة لي الحاويات او الكونتينرز، تمام، والحاويات بتبقى بالشكل ده، تمام، تبقى صناديق كبيرة بهذا الشكل. ده شكل الحاويات، تمام، بتبقى موجودة على الرصيف. هنا الحاويات بتتخزن في مساحات مفتوحة، تمام، بتبقى من 20 ل 30 فدان، أو من 10,000 إلى 120,000 متر مربع. تمام. آسف، هنا 100,000 إلى 120,000 متر مربع. تمام. ده الكلام ده بالنسبة للحاويات. تمام. بيكون طول مساحة التخزين، تمام، مساوي طول أكبر سفينة ترسو أمام الرصيف. يعني إيه الكلام ده؟ دي الكونتينرز أو الحاويات أهي الموجودة على الرصيف. تمام. ده الرصيف، تمام، وهنا السفينة راسية أمام الرصيف الخاص بالكونتينرز أو الحاويات. تمام. طول مساحة التخزين دي بتاعت الكونتينرز، تمام، لازم يكون مساوي لطول أطول سفينة هترسو أمام هذا الرصيف. أطول سفينة، تمام، بتحمل الحاويات، تمام، لابد يبقى طول مساحة التخزين، تمام، مساوي لطول إيه أطول سفينة هترسو هنا. تمام. يبقى إحنا هنا الطول ده معلوم عندنا، تمام، معلومية أطول سفينة حاويات
هتدخل رصيف، تمام؟ مطلوب مننا احنا نحدد بقى العرض ده، العرض ده عاوزين نحسبه، تمام؟ طبعا العرض بيتحسب من لو الطول معلوم عندنا، الطول معلوم عندنا، تمام؟ لو قسمنا المساحة دي على الطول نقدر نحدد العرض بكل سهولة، نقدر نحدد الايه العرض ده بكل سهولة. احنا زي ما قلنا المساحة دي بتساوي من 100,000 إلى 120,000 متر مربع، تمام؟ لو عرفنا طول أطول سفينة هترسه، تمام، بالتالي بكل سهولة ممكن نحسب ايه عرض هذه ايه المساحة. هنا بيقول لك وجهة الرصيف لا تقل عن 50 متر، وجهة الرصيف لا تقل عن 50 متر، الوجهة اللي هي دي، دي وجهة الرصيف اهي، دي وجهة الرصيف، تمام، او المسافة بين السفينة اللي راسية على الرصيف وبين ايه منطقة التخزين، تمام، دي الواجهة دي، تمام، بتؤخذ 50 متر بالنسبة للحاويات او الايه كونتينرز. تاني نوع من مناطق الايه التخزين، تمام، منطقة التخزين، تخزين البضائع العامة والخاصة او الايه جنرال اند سبيشال كارجو، تمام، تخزن البضائع العامة والخاصة دي، تمام، بضائع اللي هي العامة زي مثلا ايه الملابس زي الأحذية، تمام، زي قطع الغيار العربيات، الكلام ده كله، تمام، يخزن هذا النوع من البضائع في سقائف او ترانزيت شيدز، تمام، بالشكل ده كده. ده شكل ترانزيت شيد او السقيفه، شكلها بقى بالشكل ده، تمام، على الايه هنا دي المنطقه بتاعه ترانزيت شيد، وده الرصيف الخاص بالايه ترانزيت شيد، تمام. طول السقيفه، طول ترانزيت شيد مساوي طول اكبر سفينه ترسو امام السقيفه، تمام. الطول بتاع السقيفه ده، الطول ده بتاع السقيفه، واخد بالك، هيكون مساوي لطول اطول سفينه، تمام، هترسو هنا امام هذه الايه السقيفه، تمام. ارتفاع السقيفة قال لك من الداخل بيساوي من 5 إلى 6.5 متر، ارتفاع السقيفة من الداخل بيساوي من 5 إلى 6.5 متر، ارتفاع السقيفة ده، الارتفاع ده بيساوي من 5 إلى 6.5 متر، تمام؟ ارتفاع التخزين 2 متر للتخزين اليدوي، تمام؟ و4 متر للتخزين الميكانيكي، تمام. لو انت بصيت كده داخل السقيفه، تمام، ارتفاع التخزين لو التخزين يدوي، تمام، عن طريق عمال، تمام، بينقلوا مثلا من السفينه للسقيفه، فالارتفاع ده بيكون ممكن ناخده 2 متر، تمام. لكن لو في لوادر او حاجه بتنقل البضاعه، تمام، يبقى الارتفاع ممكن يصل الى ايه 4 متر داخل ايه السقيفه. وجهة الرصيف لا تقل عن 20 متر. وجهة الرصيف لا تقل عن 20 متر. الوجهة دي، وجهة الرصيف دي، الوجهة دي، تمام، ما تقلش عن 20 متر. في بعض الكتب بيقول ما تقلش عن 25 متر. تمام. طيب. الأريا بقى، المساحة، مساحة التخزين داخل السقيفة بتساوي 2.25، تمام، في الدي دبليو تي، تمام، دي دبليو تي هي الديد ويت الطن أو حمولة
حموله اكبر سفينه، واخد بالك، تمام، حموله اكبر سفينه من البضائع العامه والخاصه، حموله اكبر سفينه، تمام، على الاتش اس. اتش اس ده ارتفاع التخزين داخل الايه السقيفه، احنا قلنا 2 متر التخزين يدوي 4 متر التخزين الميكانيكي، تمام، في الاس اف او الايه الاستورج فاكتور اللي هو المعامل الحجمي للبضائع، المعامل الحجمي للبضائع، تمام، كل نوع من انواع البضاعه، تمام، بيبقى معلوم ليه، تمام، مساحه قد ايه بالنسبه للطن، يكون معلوم لكل نوع من انواع البضائع، تمام، الايه معامل حجمي او مساحه معينه، تمام، لكل ايه طن من هذه الايه انواع من ايه من البضائع، تمام. يبقى من خلال هذا القانون، خلال هذا القانون اقدر احسب مساحه التخزين او الاريا اوف ترانزيت شيد، تمام، وانا عندي ال قلنا الطول ده المفروض ان هو مساوي زي ما اتفقنا، الطول ده مساوي لطول اطول سفينه هترسو امام الايه السقيفه، تمام، بالتالي اقدر احسب العرض، بالتالي اقدر احسب الايه العرض بتاع الايه السقيفه. بالتالي اقدر احسب البي او العرض بتاع السقيفه، تمام. بعد كده هنا بيقول لك الاتش توتال، تمام، الارتفاع الكلي اتش توتال او الارتفاع الكلي بيساوي اتش اتش ستورج اللي هو ارتفاع التخزين اذا كان يدوي او ميكانيكي زائد 2 متر، الارتفاع بتاع التخزين زائد 2 متر، تمام. الارتفاع الكلي ده، الارتفاع الكلي بتاع السقيفه هيساوي ارتفاع التخزين بتاعك، تمام، زائد تضيف لي 2 متر ايه فوق. اهو زي ما انت شايف، زي ما قلنا دي ترانزيت شيد، دي ترانزيت شيد، تمام، وجهة الرصيف هنا لا تقل عن 20 او لا تقل عن 25 متر، هنا واخدها 25 متر وجهة الرصيف، تمام، طول السقيفة مساوي لطول اطول سفينة هترسو امام السقيفة، تمام. هنا طبعا لو المساحتين دول مثلا في مساحتين تخزين جنب بعض، خد المسافه بينهم او في خد المسافه دي، تمام، خدها لا تقل عن 25 متر. لو في مساحتين مثلا مساحه كونتينرز، تمام، جنبها ترانزيت شيد، تمام، خد المسافه بينهم 25 ايه متر. ثالث نوع من مناطق التخزين، منطقة تخزين بضائع الصب الجاف، تمام، أو الدراي بالك كارجو، منطقة تخزين بضائع الصب الجاف، تمام. المنطقة دي بيتخزن فيها ممكن الغلال مثلا، الحبوب، الأسمنت، تمام، بيتخزن طبعا في إيه صوامع أو سايلوس، تمام، صوامع أو سايلوس أقطارها بتكون من 5 ل 10 متر القطر بتاع الصومعة، وارتفاعها يتراوح ما بين 15 و 25 متر، تبقى بالشكل ده كده. دي الشكل بتاع الايه الصوامع او السايلوس، تمام، ده الشكل بتاع الايه الصوامع او السايلوس بقى بالشكل ده، اللي قلنا بتخزن فيها الايه الحبوب او مثلا لو اسمنت سايب او حاجات زي كده، ده بتخزن فيها هذه الصوامع. هنا بيقول لك الاريا مساحه التخزين بتاع الصوامع، تمام، بتساوي الايه الديد ويت بالطن، تمام، او حموله اكبر سفينه، حموله اكبر سفينه، تمام، على الاتش اس ارتفاع تخزين. الاتش اس هنا انت بتحدده ما بين 15 الى 25 متر، تمام. في الاستورج فاكتور وقلنا ده المعامل
ايه الحجمي الخاص ب كل نوع من انواع البضائع، كل نوع سواء غلال او اسمنت او كده له ستورج فاكتور محدده. تمام، حسبت الاريا او المساحه. تمام، تقدر تحسب هنا ان عدد الصوامع. تمام، لما تقسم الاريا تمام على مساحه الصومعه الواحده، الفاي طبعا انت بتحدده القطر ما بين 5 الى 10 متر. تمام، القطر بتاع الصومعه من 5 الى 10 متر. تمام، تقدر تحسب مساحه الصومعه الواحده. تمام، تقسم المساحه الكليه، مساحه التخزين الكليه تمام على مساحه الصومعه الواحده، تقدر تحدد عدد الصوامع. تمام، وهنا بيقول لك واجهه الرصيف لا تقل عن 20 متر. تمام، لو بصيت كده ده الرصيف الخاص بالسايلوس او الصوامع. تمام، تقدر تحدد على الصوامع، تقدر تحدد على الصوامع. تمام، قلنا القطر من 5 الى 10 متر. تمام، برضو هنا بمعلوميه طبعا الطول ده. تمام، المفروض انه طول هذا الطول تمام لا يزيد عن طول اطول سفينه. تمام، هترسو امام رصيف الصوامع. تمام، وجهه الرصيف تمام هي ما تقلش عن 20 متر، ممكن تاخدها 25 متر وجهه الرصيف الخاص بالصوامع. تمام، رابع منطقة من مناطق تخزين. تمام، هي منطقة تخزين بضائع الصب السائل أو الليكويد بالك كارجو. تمام، هنا بيتخزن تمام البضائع اللي هي محتاجة تنكات أو خزانات زي البترول مثلا. تمام، ومشتقاته. تمام، تخزن في التانكس أو الخزانات دي. تمام، الاخطار بتاعتها القطر بتاع التانك او الخزان من 25 الى 35 متر قطر الخزان. تمام، وارتفاعه ما بين 5 و 10 متر، ارتفاعه ما بين 5 و 10 متر. تمام، تقدر انك تحسب الاريا او المساحه الكليه للخزانات. تمام، من خلال حموله اكبر سفينه على ارتفاع التانك او الخزان اللي هو ما بين 5 الى 10 متر، ممكن تاخد قيمه ما بين في الرينج ده. تمام، وبمعلوميه الاستورج فاكتور او المعامل الحجمي الخاص ب هذا النوع من البضائع. تمام، تقدر تحسب الاريا اوف تانكس. تمام، تقسم الاريا الكليه على المساحه بتاعه التانك الواحد، مساحه التانك الواحد تحددها معلوميه القطر، القطر انت بتاخده ما بين 25 الى 35 متر. تمام، بالتالي انت ممكن تحسب عدد التنكات الموجوده على الرصيف. تقدر تحسب هنا عدد التنكات الموجوده على الرصيف، وبتراعي طبعا انه المسافه هنا لابد ان هي ما تزيدش عن طول اطول سفينه هترسو تمام امام النوع ده. تمام، من من البضائع اللي هو نسميها بضائع الصب السائل او ليكويد بالك كارجو. تمام، واجهه الرصيف لا تقل عن 20 متر، ممكن تاخدها 25 متر. هنا بيوضح لك طبعا المسافه زي ما قلنا، لو انت هنا واجهه الرصيف واخدها 25 متر، لو سفينه راسيه امام
مثلا ايه سقيفة، تمام، في سقيفة تانية مجاورة، تمام، المسافة دي هنا ما بين السقيفة دي والسقيفة دي، تمام، ممكن تاخدها 25 متر، تمام، واجهة الرصيف ممكن تاخدها ايه 25 متر، تمام. الكلام ده لو رصيف موازي لخط الشاطئ، الكلام ده لو رصيف موازي عندك لخط الشاطئ، تمام. طيب هنا لو في عندك ايه حوض، تمام، لو حوض، تمام، لو ده عندك اهو خط الشاطئ بتاعك، خط الشاطئ، تمام، وجيت حفرت حوض بالشكل ده داخل الشاطئ، تمام، يبقى الشاطئ هنا خد بالك والبحر هنا، تمام، والسفينة بتبدأ تدخل بهذا الشكل، تدخل داخل الحوض، تمام. طيب هنا بيقول لك طول الحوض، الطول بتاع الحوض، تمام، هيساوي طول طول الايه السقيفة، او طول اطول سفينة هترسو امام الايه السقيفة، زائد ايه 25 متر، تمام، من هنا و25 متر من هذا الاتجاه، تمام. طيب العرض بتاع الحوض، العرض بتاع الحوض، تمام، هيساوي عرض اكبر سفينة، تمام، تضربه في 2، تضرب في 2 عرض اكبر سفينة هتدخل داخل الايه الحوض الخاص بالسقيفة، تمام، ويضيف لي 30 متر، 30 متر ايه بين ايه بين السفينتين داخل الايه الحوض. الكلام ده لو هذا الحوض يتسع لسفينتين، لو هذا الحوض يتسع لسفينتين، تمام. طيب لو هذا الحوض في مفروض ان هو ترسو عليه اكتر من سفينتين، تمام، هنا يعني اربع سفن مثلا عندك اهو، وعندك في اربع سقائف بالشكل ده، تمام، برضو بتاخد 25 متر، تمام، من هنا. خد بالك معايا انه ده هنا ده الخط بتاع الشاطئ، تمام، وده البحر، هنا اتجاه مثلا الميناء، اتجاه الميناء او اتجاه البحر، والسفينة بتبدأ تدخل داخل الحوض اهي، تمام، وهنا عندك ده الشاطئ اهو، هنا عندك الشاطئ، وانت حفرت الحوض داخل الايه الشاطئ بهذا الشكل، تمام. الطول ده، تمام، بيساوي تضرب طول السقيفة، طول السقيفة في 2، تمام، زي ما قلنا طول السقيفة هو مساوي لطول اطول سفينة ترسو قدام السقيفة، تمام، وتضيف 25 متر هنا، 25 متر بين السفينتين او بين السقيفتين، و 25 متر في النهايه هنا، تمام. طيب بالنسبه للعرض، بالنسبه للعرض، تمام، هيساوي عرض اكبر سفينه تضربه في 2، عرض اكبر سفينه تضربه في 2، تمام، اسف، تضربه في 3 بقى، تضربه في 3، تضرب عرض اكبر سفينه في 3، تمام. والسبب هنا واخد بالك ان انت ممكن يبقى عندك مثلا هنا المكان ده فاضي قدام السقيفه، تمام، وفي سفينه هنا راسيه قدام السقيفه دي، وسفينه راسيه قدام السقيفه دي، يبقى لابد هنا يكون في متسع انه السفينه تدخل في هذا المكان عشان ترسو قدام الايه السقيفه الفاضيه دي، تمام. فبالتالي العرض ده لابد ان هو يتسع لعرض اكبر سفينه مضروب في 3 بالشكل ده، تمام، وفي مسافه 30 متر بين ايه بين كل سفينه وايه والثانيه. دي ابعاد الحوض، لو هذا الحوض يتسع لعدد من السفن اكبر من 2، تمام. تعال بقى للايه للمولص، المولص، تمام، والمولص احنا قلنا بيبقى بارز خارج خط الشاطئ، يعني لو ده خط الشاطئ اهو، ده خط الشاطئ، تمام، وهنا ده اتجاه الميناء، واخد بالك، وده اتجاه الشاطئ هنا، تمام، المولص بيبقى بارز بره،
بيرز بره بهذا الشكل، تمام بارز تمام، وبالتالي السفن بتبدأ ترسو من بره من الخارج، بتبدأ ترسو من الخارج تمام. الطول بتاع المولوس في حالة انه بيرسو عليه سفينتين تمام، بيبقى طول اطول سفينة تمام هترسو امام السقيفة تمام، زائد 25 متر من هذا الاتجاه، 25 متر من هذا الاتجاه تمام. ده بالنسبة لي طول المولس. طب العرض بتاع المولس، عرض المولس هيساوي ايه؟ هيساوي عرض السقيفتين تمام زائد 25 متر تمام بين السقيفة، دي الواجهة بتاعت الرصيف اللي احنا قلنا عليها، بين السقيفة وبين السفينة من هنا، وهنا برضو كذلك 25 متر بين السقيفة وبين السفينة اللي هي واجهة الرصيف تمام، زائد 30 متر في النص هنا بين السقيفتين، زائد 30 متر بين السقيفتين تمام. دي واحدة هنا بعد كده مثال تمام، مثال اهو هنا بيقول لك فوق هاربر available data as follows، available data as follows تمام. هنا مديك الكارجو او نوع البضاعة، مديلك نوع البضاعة تمام اللي هتدخل المينا تمام. في عندك كونتينرز حاويات، في عندك اويل تانكس خزانات تمام، خزانات بترول تمام، في عندك جنرال كارجو تمام اللي هي البضايع العامة، جنرال كارجو المفروض انها بتخزن في سقائف تمام. او الحمولة اللي بتدخل فيه السنة لكل نوع من هذه الأنواع، دي الحمولة السنوية لكل نوع من أنواع البضايع تمام. بدي لك dimension of vessel تمام، وهنا بالنسبة لي الديد ويت بالطن، دي اقصى حموله ممكن تحملها السفينه بالنسبه لي كل نوع من انواع البضايع تمام. الار طن بير اور، معدل الشحن والتفريغ لكل نوع من انواع البضايع، معدل الشحن والتفريغ بالطن على الساعه تمام. ستورج فاكتور او معامل الحجمي تمام، ده الخاص بكل نوع من انواع البضاعه
تمام بالمتر مربع لكل طن، تمام. المطلوب هنا اول حاجه، مطلوب اول حاجه حساب عدد الارصفه التقريبي لكل نوع من انواع البضاعه. تاني حاجه تصميم مساحه تخزين لكل نوع من انواع البضاعه الثلاثه، تمام. تصميم الممر الملاحي اللي هو اتجاهين توي، تمام، للميناء. رابع حاجه تصميم المساحه النهائيه بين حواجز الامواج. خامس حاجه رسم الايه الماستر بلان الخاص بالميناء. اول حاجه بالنسبه لي حساب عدد الارصفه، عدد تقريبي للارصفه. بالنسبه لي الحاويات، عدد الارصفه التقريبي الخاص بالحاويات بيساوي الحموله السنويه اللي داخله الميناء من الحاويات 2 مليون طن، تمام، على الار اللي هو معدل الشحن والتفريغ الخاص بالحاويات، تمام، على عدد ايام العمل في السنه 300 يوم، على عدد ساعات الشغل في اليوم 16 ساعه، يطلع ال ان 42%، تمام. نقربه طبعا لرقم صحيح، مفيش رصيف 42%، يبقى هناخد كده ايه عدد تقريب الارصفه واحد، رصيف واحد بالنسبه للايه الحاويات، تمام. بالنسبه لي خزانات البترول، تمام، نبدا نحسب العدد التقريبي للارصفه، تمام، الخاص بخزانات البترول. قبل كده بالنسبه لي احنا قلنا هنا في رصيف واحد خاص بالحاويات، تمام. لو احنا بصينا هنا على البلان كده، تمام، ده طبعا الماستر بلان الخاص بالميناء بسكيل 1 سنتي لكل 100 متر او بسكيل 1 الى 10,000، تمام. لو بصينا هنا كده على الرصيف الخاص بالحاويات، تمام، هنجد هنا السفينه، اكبر سفينه ممكن ترسو على هذا الرصيف ابعادها زي ما هو مذكور في راس المساله 214 طول في 30 عرض على 11 متر 30 غاطس، تمام. واجهة الرصيف الخاصة بالحاويات 50 متر، تمام. هنا المسافة دي، تمام، في مواجهة السفينة لابد ان هي تكون مساوية، المسافة دي في مساحة تخزين الحاويات لابد تكون مساوية لطول اطول سفينة ترسو، يعني القيمة دي 214 متر، خد بالك 214 متر، تمام. البعد ده تمام بنحسبه طبعا 470 متر، تمام، بيتحسب تمام، هنحسبه، هنشوف ازاي نحسبه بعدين، تمام. المهم دلوقتي ادي رصيف واحد خاص بالايه الحاويات بترسو عليه سفينه واحده، تمام. بعد كده بالنسبه لي البترول، تمام، بالنسبه لي خزانات البترول، تمام، عدد الارصفه التقريبي هيساوي الحموله السنويه اللي بتدخل الميناء من البترول 15 مليون طن على معدل الشحن والتفريغ الخاص بالايه البترول هو 2000 ايه طن على الساعه، على 300 يوم على 16 ساعه يطلع عندك 56%، تقربوا طبعا من اقرب رقم صحيح، هتاخد ان ب2، تمام. في عندنا هنا رصيفين خاصين بخزانات البترول، بصينا كده على الماستر بلان اهو، في عندنا رصيفين خاصين بخزانات البترول ممكن ترسو عليهم سفينتين وقت واحد، تمام.
بالنسبه للبضائع العامه، بالنسبه للبضائع العامه تمام، عدد الاصناف التقريبي هيساوي الحموله السنويه 8 طن بتدخل الميناء في السنه تمام، على معدل شحن تفريغ 1000 طن في الساعه تمام، على 300 يوم على 16 ساعه يطلع عندك 1.76%، هتاخد ال N ب2، يبقى عندنا في رصيفين ايه خاصين بالبضائع العامه، في رصيفين خاصين بالبضائع العامه تمام اهو، في رصيفين خاصين بالبضائع العامه تمام، ممكن ترصوا عليهم سفينتين في وقت واحد تمام. ده بالنسبة للبضائع العامة أو جنرال كارجو. بعد كده عاوزين نحسب مساحات التخزين الخاصة بكل رصيف من هذه الأرصفة. أولا بالنسبة للحاويات تمام، عارفين إنه دي أبعاد أكبر سفينة حاويات ممكن تسكن ميناء، طول 214 في عرض 30 على غاطس 11 متر ونص تمام. بالتالي احنا قلنا انه المفروض انه الطول اللي هو في مواجهه السفينه، واخد بالك، لابد يبقى المسافه دي، واخد بالك، من مساحه التخزين مساويه لطول اطول سفينه تمام، يعني تساوي 214 متر تمام. عاوزين نحسب بقى الطول ده، واخد بالك، 470 متر نحسبهم ازاي تمام. بنقسم طبعا، بنقسم مساحه التخزين المسموح بيها للكونتينرز اللي هي 100,000 متر، من 100,000 ل 120,000، واخد بالك تمام. لو قسمناها على ال 214 تمام، ممكن انك تاخد الايه اللي هو البعد بقى في اتجاه في العمق بتاع الميناء، واخد بالك، 470 متر، 470 متر. بالتالي هنا البعد ده باخده 470 متر تمام، قسمت المساحه المسموح بيها اللي هي 100,000 متر مربع، 120,000 متر مربع على 214، وبالتالي هذا البعد بيساوي 470 ايه متر. واجهه الرصيف ايه 50 متر بالنسبه للحاويات تمام. ده بالنسبه لرصيف الحاويات تمام. السكيل بتاعك طبعا 1 سنتي لكل 100 متر، بالتالي البعد ده هيبقى عندك تقريبا 2 سنتي و1 من 10، البعد ده 4 سنتي و7 من 10 بالسكيل بتاعك، المسافه دي نص سنتي او 5 مللي تمام. كذلك بالنسبه للسفينه الطول ده 2 سنتي و1 من 10، العرض اذا كان 30 سنتي يبقى ليه 3 مللي بالسكيل تمام. بالنسبه لي مساحه التخزين الخاصه بخزانات البترول تمام، هنا بيقول لك هنستخدم خزانات بقطر 35 متر وبارتفاع 10 متر تمام. بالتالي اقدر احسب مساحه التخزين الخاصه بخزانات البترول تمام، هتساوي حموله اكبر حموله ممكن السفينه تشيلها اللي هي 80,000 طن على الارتفاع، الارتفاع اللي انت واخده 10 متر ارتفاع الخزان تمام، وفي ضارب في المعامل الحجمي اللي هو معطى ليك في راس المساله 1.25 تمام، يطلع عندك مساحه التخزين الخاصه بخزان البترول 10,000 متر مربع تمام. عاوز بقى احسب عدد الخزانات تمام، بمعلوميه طبعا الايه القطر، القطر انا واخده 35 متر، بالتالي هنا هجد انه عدد الخزانات ان يطلع عندي 10.4 من 10 ايه تانك، قربه لي طبعا لي اقرب رقم صحيح، اخده 11 تانك، خده 11 تانك، واخد بالك. بص هنا كده على الايه على الارصفه الخاصه بخزانات البترول، قلنا رصيفين ممكن ترسوا عليهم سفينتين في وقت واحد، ابعاد السفينه 295 متر طول في عرض 55 تمام، المسافه بينهم طبعا تاخدها 25 متر، كذلك المسافه هنا خدها برضو 25 متر اللي هي بين سفينه الحاويات وبين سفينه البترول، خدها 25 متر تمام.
بالسكيل بتاعك طبعا 1 سم لكل 100 متر، يبقى الطول ده يبقى 2 سم 95%، العرض 5 مللي ونص تقريبا. واجهة الرصيف خزانات البترول تمام، 11 خزان بقطر قلنا 35 متر وارتفاع 10 متر تمام. طبعا قلنا العدد ده او المسافه دي من اول خزان لاخر خزان المفروض ما تزيدش طبعا عن ايه طول السفينه، طول سفينه الايه البترول بالك. خد المسافه، خد المسافه خد بالك بين كل خزان والتاني، خدها 5 متر، خدها 5 متر تمام. يبقى عندنا هنا صفين من الخزانات، الصف الاول 6 خزانات يليه صف 5 خزانات تمام تمام مجموع 11 خزان في الرصيف الواحد. انت عندك في رصيفين خد بالك، رصيفين لخزانات البترول تمام. بالنسبة لي مساحة التخزين الخاصة بالبضايع العامة جنرال كارجو اللي هي تخزن في سقائف، متنساش تخزن في سقائف بهذا الشكل تمام. الاريا او المساحة، مساحة التخزين داخل الترانزيت شيد او داخل السقيفة 2.25 في الحمولة، اكبر حمولة للسفينة واخد بالك اللي هي معطاة عندك طبعا 20,000 طن. على ارتفاع التخزين هنا واخده 4 متر على اساس ان هو تخزين ميكانيكي، ميكانيكال ستورج تمام، ضارب فيه الستورج فاكتور ومعطى ليك او معامل المعامل الايه الحجمي اللي هو معطى في المساله الخاص بخزانات البترول واخد بالك 1.5 تمام. يطلع عندك المساحة المفروض بتاعة السقيفة 16,875 متر مربع تمام. أقسم على طول أطول سفينة ممكن إن هي ترسو أمام السقيفة اللي هي 180 متر تمام. يطلع عندي العرض بتاع السقيفة 93,75 متر، هنا خدوا 95 متر تمام. هنا كده لو بصينا بالنسبة لي طبعا احنا عندنا في رصيفين بالنسبه لجنرال كارجو ممكن ترسو سفينتين في نفس الوقت تمام على الرصيفين تمام. الوجهة الرصيف 25 متر 2 ملي ونص بالسكيل بتاعك تمام. طول السقيفة مساوي لطول أطول سفينة، طول السقيفة ده مساوي لطول أطول سفينة هترسو اللي هو 180 متر تمام. العرض بتاع السقيفة، عرض السقيفة حسبناه 95 متر تمام. هتاخد المسافة بين السقيفتين وبين السفينتين دول خدها 25 متر تمام. طبعا الارتفاع، الارتفاع الكلي بتاع السقيفة قلنا بيساوي ارتفاع التخزين الميكانيكي اللي هو 4 متر زائد 2 متر زيادة عليهم، ارتفاع السقيفة هتاخده 6 متر تمام. يبقى ده بالنسبة لي مساحات التخزين، مساحات التخزين الخاصة بالثلاث أنواع من البضاعة اللي هم بيدخلوا المينا، اللي هم كونتينرز والأويل، الأويل بترول والجنرال كارجو تمام. دي مساحات التخزين الخاصة بيهم تمام. بعد كده عاوزين نصمم الممر الملاحي ديزاين او نافيجيشن شانل تمام. عرض الممر الملاحي
بيساوي ان هو مر بالملاحي هنا الخاص بالميناء اتجاهين، وبالتالي العرض بتاع الممر الملاحي هيساوي 8.1 في البي ماكسيمم اللي هو عرض اكبر سفينه ممكن تدخل الميناء، تمام؟ وعرض اكبر سفينه عندك هتاخده 55 متر تضرب 8.1 يطلع عندك ايه عرض الممر الملاحي 445 متر ونص. ده عرض الممر الملاحي، عرض الممر الملاحي تمام 445 متر ونص تمام. ده طبعا مدخل ميت تمام. عاوزين نحسب الدبس بتاع النافيجيشن شانل تمام، العمق عمق الايه المفروض ان هو عمق القاع في الممر الملاحي بيساوي طبعا دي ماكسيمم اقصى عمق اكبر غاطس لسفينه ممكن تدخل الميناء اللي هو 11 متر ونص تمام، زائد من 3 متر ل 3 متر ونص قلنا ده عشان الحركه اللي ممكن تحصل في السفينه في الاتجاه الطولي وفي الاتجاه العرضي نتيجه تاثير الامواج تمام، اللي هو قلنا عليها البيتشنج اند رولينج تمام. لابد ناخد تحسبا لحركه السفينه او الاضطراب اللي بيحصل في الاتجاه الطولي والعرضي، لابد ناخد 3 متر ونص تحت الغاص بتاع السفينه تمام، زائد من نص متر زائد متر ونص قلنا عشان الاطماء ممكن يحصل تمام، زائد من نص متر لمتر ونص كعامل امان هنا خدها 1 متر تمام. لو جمعت القيم دي تمام هتجد هنا انه العمق بتاع عمق العمق بتاع الدبس اوف نافيجيشن ايه تشانل واخد بالك هيساوي 17 متر، هيساوي 17 متر تمام. لو بصيت هنا كده على الماستر بلان هتجد هنا اهو محدد لك انه القاع بتاع النافيجيشن شانل عند منسوب سالب 17، منسوب سالب 17 تمام. ده الممر، ده الممر الملاحي تمام اللي هو متفقين ان هو في اتجاهين بعرض 445 متر ونص تمام، ومنسوب القاع زي ما احنا متفقين هنا سالب 17، والمفروض انه الممر الملاحي ده بينتهي هنا عند خط الكونتور سالب 17، لانه بعد كده بعد كده القاع بيبقى يعني القاع القاع بتاع البحر بيبقى عميق اكتر من 17 متر، وبالتالي ملوش تأثير على قاع السفينه تمام. في عندك هنا متفقين انه المفروض انه الممر الملاحي تمام لابد ان هو يصل الى التعامد في النهايه على خط الشاطئ، لابد انه يصل في النهايه ان يتعامد على خط الشاطئ هنا تمام، لان السفينه بتيجي من عمق البحر وتبدا تغير في اتجاهها، تغير في اتجاهها لغايه ما تبدا تدخل الميناء تمام، وبالتالي لابد يبقى في انكسار هنا عشان نصل لهذا الاتجاه،
والانكسار ده الزاويه المفروض ما تزيدش عن 30 درجه، السيتا دي لا تزيد عن 30 درجه، خد بالك. تمام. المفروض انه مسافه الرؤيه او الخط المستقيم ده لا يقل عن 800 متر، الخط المستقيم او مسافه الرؤيه داخل الممر الملاحي لا تقل عن 800 متر. تمام. من 1 ل 4 سم، المتر دي 4 سم. تمام. يبقى هنا الممر الملاحي تمام لابد ان احنا نراعي فيه العمق، العمق الامن في قاع السفينه. تمام. لابد ان احنا نراعي فيه انه العرض بتاعه طبعا يبقى مناسب اذا كان الحركه في اتجاه واحد او في اتجاهين. تمام. لابد ان نراعي طبعا انه بيحصل فيه كيرف هنا او انحناء عند الانكسار عشان يسهل في عمليه دوران السفينه او تغيير اتجاهها. تمام. ونص القطر ده المفروض ان هو لا يقل عن 6 ال ماكسيمم او 6 اضعاف طول اطول سفينه ممكن تدخل المينا. تمام. 1770 متر نص القطر ده. تمام. العرض هنا متفقين عند الانكسار المفروض بيزيد بمقدار دلتا بي. تمام. ودلتا بي دي اللي هي بتساوي 3.3 في السيتا 21 درجه. تمام. بالتالي العرض هنا هيزيد بمقدار 69 متر و3.3، وكذلك هنا عرض الممر الملاحي هيزيد مقدار دلتا بي اللي هي 3.3 في السيتا ل 25 درجه. تمام. مقدار 80 متر ونص. تمام. المفروض الكيرف ده بيمر بهذه النقطة، واخد بالك، ومماس لهذا الخط، مماس لهذا الخط. تمام. بالتالي أنا باجي هنا، باجي هنا، واخد بالك، بنصف الزاوية دي، باجي هنا، واخد بالك، وبنصف الزاوية دي. تمام. وبمد خط بهذا الشكل، بمد خط بهذا الشكل. تمام. وببدأ أركز بسن البرجل وبقطر لا يقل عن 1770 متر. يعني انت لو بالسكيل بتاعك اللي 1 سم كل 200 متر، يعني تقريبا القطر ده 9 سم تقريبا على الاقل، على الاقل ان لم يكن اكثر من ذلك. وبركز بسن البرجل، بحاول اعمل كيرف يمر بالنقطه دي، النقطه دي، واخد بالك، ومماس لهذا الخط، ومماس لهذا الخط. تمام. طيب المسافه دي، المسافه دي، واخد بالك، مسافة الرؤية لا تقل عن 800 متر، خد بالك، بالنسبة لي الايه الطول المستقيم في الممر الملاحي. تمام. المفروض انه الطول المستقيم ده في الممر الملاحي لا يقل عن 800 متر كمسافة رؤية للسفينة، واخد بالك. تمام. المفروض طبعا انك هنا بتقف عند خط الكونتور اللي هو سالب 17 زي ما احنا متفقين في المحاضرة اللي فاتت. تمام. انه كل ما بعد كده العمق بيزيد بتاع الايه القاع، وبالتالي مفيش خطوره على السفينه. تمام. تعالى هنا للماستر بلان ده، ماستر بلان. لسه احنا عاوزين نحسب ايه المساحه المائيه بتاع التيرنينج بيزن دي، عاوزين نشوف بتتحسب ازاي. ديزاين اوف ووتر اريا. هنا بيقول لك التيرنينج بيزن او دائره التدوير، تمام، المفروض ان القطر بتاعها من 1 ل 2 اللي ماكسيم. تمام. اللي ماكسيم عندك 295 متر. تمام. وبالتالي القطر عندك هيكون ما بين 295 ل 590 متر. هنا خدوا 100 متر. تمام. خد هنا القطر بتاع دائره التدوير، نص القطر، اسف، نص القطر، خده 400 متر. 400 متر. تمام. المفروض هنا انك بتعمل حرم لهذا الايه لدائره التدوير دي، واخد بالك، لا يقل عن 60 متر. هنا خدوا 100 متر، واخد بالك، الحرم بتاع دائره التدوير دي
تمام لا يقل عن 60 متر. تمام هنا خدوا في المسألة 100 متر. تمام بعد كده عاوز يحسب العرض ويتس اوف هاربر انترنس، عرض الايه المدخل بتاع الميناء. قال لك يا متى بيساوي البي عرض الممر الملاحي او ال ماكسيموم، ايهما اكبر؟ تمام هنا لو بصيت عرض الممر الملاحي 445 متر، تمام عرض اكبر سفينه اللي احنا متفقين عليه واخد بالك اللي هو ايه 295 متر، ياخد القيمه الاكبر، وبالتالي هياخد هنا عرض الايه المدخل بتاع الميناء مساوي للقيمه الاكبر اللي هي 445 ايه ونص متر. الديبس اوف تيرنينج بيزن واخد بالك هنا قال لك بيساوي الايه العمق بتاع الممر الملاحي ونقص منه متر او مترين، واخد بالك العمق عمق الميه في الممر الملاحي قلنا 17 متر، تمام نقص منه متر او مترين خدوا هنا ايه 16. تمام والكلام ده احنا قلنا ان السفينه هنا بعد ما بتدخل الميناء تبقى بمأمن عن الايه الامواج، وبالتالي انا مش محتاج الايه العمق الكبير اللي هو السالب 17 ده مش محتاجه، بالتالي انا ممكن ارفع العمق شويه، العمق يقل شويه، تمام ممكن يبقى في منسوب ايه سالب 16 او سالب 15 كمان. تمام طيب احنا هنا عاوزين نرسم بقى، يعني احنا فهمنا كده بالنسبه لكل جزئيه، بس عاوزين بقى نعرف ازاي نرسم الماستر بلان ده. بالك هنا اول خطوه انت بترسم دايره التدوير اللي انت حسبتها اللي هي بنص قطر ايه 400 متر. تمام بالسكيل اللي احنا متفقين عليه، السكيل بتاعك اللي هو سنتي لكل 100 متر او 1 ل 10000. تمام وبالتالي نص القطر ده هيبقى 4 سنتي السكيل بتاعك، واخد بالك، وتعمل بعد كده الحرم بتاع ايه دائره التدوير، واخد بالك خده طبعا ايه هيبقى هنا عندك بنص قطر ايه 500 متر او 5 سنتي. تمام بعد كده ببدا ان انا خد بالك ارسم خط الشاطئ، ارسم خط الشاطئ. تمام برسم خط الشاطئ والمفروض ان في حرم لدائره التدوير لا يقل عن 60 متر. تمام يا ريت لو ننزل تحت برضه شويه واخد بالك، بحيث انا عايز الحرم اللي هو ال 100 متر ده واخد بالك ما يمرش بالسفينه، ممكن تنزل تحت شويه كده كمان واخد بالك، رغم ان القيمه هنا صحيحه هي لا تقل عن 60 متر 60 متر، ولكن اذا كبرتها شويه يبقى افضل. تمام فممكن ننزل شويه كده في خط الشاطئ تحت شويه. تمام ترسم خط الشاطئ بهذا الشكل، ترسم خط الشاطئ بهذا الشكل. تمام بعد كده تبدا ترسم حاجز الامواج الرئيسي، تاخده بهذا الشكل كده حاجز الامواج الرئيسي اللي هو المين بريك ووتر. حاجز الامواج الرئيسي اهو واخد بالك اخده كده. تمام حاجز الامواج الرئيسي بحيث يبقى كيرف على شكل كيرف بهذا الشكل. تمام كيرف بهذا الشكل كده. تمام في الجهة المقابلة بنرسم طبعا المفروض حاجز الأمواج الرئيسي، احنا متفقين في مواجهة الاتجاه السائد للأمواج في هذه المنطقة حاجز الأمواج الرئيسي. تمام في المقابل ليه المفروض انك بترسم حاجز الأمواج الايه الثانوي، حاجز الأمواج الثانوي بهذا الشكل. تمام بحيث ان هو برضو يبقى يبقى في الحرم زي ما متفقين بتاع دائره التدوير اللي هو لا يقل عن 60 متر، واخده هنا 100 متر. تمام تاخد بالك كويس ان الحواجز تبقى ايه بره هذا الحرم بتاع دائره التدوير. تمام بتوقف هنا حاجز الامواج الثانوي ده، واخد بالك بتوقفه هنا
بحيث احنا قلنا العرض بتاع مدخل المينا مساوي لعرض الايه ممر الملاحي اللي هو اتجاهين 445 متر ونص، يبقى انت بتقف هنا عند النقطه دي بحيث ان المسافه دي مساويه ل 445 ايه ونص متر. طيب وقفت هنا، واخد بالك المفروض انك بتعمل بروز للحاجز الايه الرئيسي، بروز كده بمسافه قلنا مساويه للي ماكسيموم لطول اطول سفينه، تمام، بحيث ان السفينه وهي تتهيأ لدخول المينا هنا، واخد بالك، يبقى البروز ده بيحميها من ايه، من تاثير الامواج، تمام. طيب هنا في دوران بهذا الشكل كده، في دوران، واخد بالك، انا بصيت هنا كده، ده الحاجز الرئيسي من بريك ووتر اهو، كيرف بهذا الشكل زي ما انت شايف كده جاي كيرف، تمام تمام، عشان يقلل من تاثير الصدمه بتاعه الامواج، الكيرف ده تمام بيقلل شويه من تاثير الايه صدمه الامواج على الايه الحاجز، تمام. ده الحاجز الثانوي السكندري بريك ووتر، تمام. ده عرض الايه المدخل اهو، تمام، اللي احنا قلنا مساوي ل مثلا عرض النافيجيشن كانال او طول اطول سفينه، تمام. في بروز اهو، بروز ده بروز الحاجز الرئيسي عن الايه الحاجز الثانوي، المسافه دي قلنا مساويه ل ال ماكسيموم او طول اطول سفينه، تمام. الدوران ده خد بالك معايا، الدوران ده واخد بالك، الدوران من هنا اللي هو بتاع راس الحاجز لابد يكون جوه، ما يبقاش بره، ما تعملش الدوران من هنا كده، ما تعملش الدوران من الخارج عشان ما يحصلش التفاف للامواج وتدخل داخل المينا، تمام تمام يبقى لابد يبقى الدوران ده، واخد بالك، هنا لجوه باتجاه المينا مش باتجاه البحر، تمام، عشان ما يحصلش، لان الدوران ده لو من بره هنا كده هيحصل التفاف للامواج ويدخلها ايه داخل ايه المينا، تمام. طيب من هنا نقدر نحدد الاتجاه ده بتاع الايه؟ الاتجاه بتاع الايه؟ المدخل بتاع المين. واخد بالك من الماستر بلان، تقدر السنتر لاين ده تمام تحدد اتجاهه بالنسبه لي الايه؟ الافقي كده مثلا، او بالنسبه لي خط الشاطئ، لو اعتبرنا ده خط الشاطئ او ده خط افقي، تقدر تحدد الزاويه دي كويس جدا، واخد بالك؟ تمام؟ تبدا تدخل بقى على الايه؟ الرسمه بتاعه الممر الملاحي، وتبدا بقى من هنا لابد ان الزاويه دي تمام تبقى نفس الزاويه ايه المحور ده بتاع المدخل هنا او بتاع الممر الملاحي، يبقى هو نفس الزاويه دي هي نفس الزاويه في الماستر بلان، خد بالك، تمام. والعرض طبعا احنا حسبناه 445 متر، تبدا ترسم الايه السنتر لاين ده بهذا الشكل، وزي ما قلنا لابد تعمل عدد من الانكسارات عشان تصل في النهايه، واخد بالك، الى انه ايه الممر الملاحي ايه عمودي على خط الشاطئ بهذا الشكل، بحيث الانكسار الواحد او الزاويه السيت الواحده لا تزيد عن 30 درجه، دي حاجه الزاويه لا تزيد عن 30 درجه، واخد بالك، الطول هنا المستقيم ده لا يقل عن 800 متر، مسافه الرؤيه بتاعت السفينه لا تقل عن 800 متر، تمام. النص القطر بتاع الدوران، خد بالك، نص قطر هنا الخاص بالدوران عند الانكسار، واخد بالك، تمام، زي ما احنا قلنا لا يقل عن 6 ال ماكسيمم، تمام، لا يقل عن 6 ال ماكسيمم، تمام. قلنا لابد ان هو يحقق الشرط اللي هو العرض ده البي زائد دلتا بي، وان هو يبقى مماس للخطين دول زي ما احنا قلنا، تمام. ودي الافضل طبعا لو انت رسمت لي هنا خط كونتور كده سالب 17 عشان تبين انت فاهم دي نهايه الممر الملاحي، الممر الملاحي مش ممتد الى ما لا نهايه، الممر الملاحي ممتد الى خط كونتور سالب 17، تمام. طيب هنا نفس المثال اللي فات، نفس المثال اللي فات، بس هنا بيقول لك عاوز يضيف رصيفين للركاب، adding two passengers berths، تمام،
أبعاد السفينة 42 طول في 30 عرض في 12 غطس. تمام؟ إيه اللي هيختلف بقى بالنسبة للماستر بلان؟ وهنا بقرر بالنسبة للماستر بلان 1 سم، تكتب لي 1 سم لكل 100 متر أو 1 إلى 10,000. إيه اللي هيختلف عن المثال اللي فات؟ واخد بالك؟ نفس الكلام زي ما أنت شايف كده، مفيش اختلاف أهو. نفس الكلام كله. تمام؟ واخد بالك؟ اللي هيختلف طبعا انه ان هنا محتاج ان هو يزود من الايه الارصفه، لان هو قال لك هنا عاوز يضيف رصيفين للركاب، وبالتالي ممكن المسافه اللي هي بتاعت خط الشاطئ اللي داخل الايه اللي داخل الشاطئ، خط الشاطئ اللي داخل الميناء ما تكونش ايه كافيه. وبالتالي هنا بدأ يعمل اهو حوض بهذا الشكل، بدأ يعمل حوض، حوضين كمان، في حوض هنا لمنطقه للاويل تانكس، وفي حوض كذلك لجنرال كارجو. تمام؟ وهنا في مونس اهو للسفينه بتاعت الركاب، واخد بالك؟ تمام؟ يبقى ده حل لو انت عندك هنا الطول بتاع خط الشاطئ ده غير كافي. لو الطول ده غير كافي معاك، واخد بالك، تبدا تستخدم ايه، تعمل اذا كان مثلا احواض بهذا الشكل، احواض، واخد بالك، ممكن تعمل كذلك موالص بهذا الشكل. تمام؟ هنا نفس الكلام بالنسبه للكونتينرز اريا، هو رصيف واحد، نفس الكلام بتاع المثال اللي فات. تمام؟ هنا بالنسبه للاويل تانكس عندك فيه رصيفين. تمام؟ الرصيفين دول طبعا هنا عمل حوض، بالتالي في رصيف من الناحيه دي ورصيف من الناحيه الثانيه. تمام؟ ودي الابعاد اهي، واجهه الرصيف هي 25 متر، وهنا في 11 تانك زي ما حسبناهم، كذلك من الناحيه الثانيه في 11 تانك، وفي واجهه الرصيف 25 متر، واخد بالك؟ زي ما احنا متفقين في الرسمه اللي خدناها، المسافه دي 25 متر ودي 25 متر، وهنا في 30 متر بين السفينتين، واخد بالك؟ تمام؟ يبقى دول، وهنا برضو خد المسافه دي من هنا من النهايه بتاعت التنكات دي ومنطقه الحاويات، خد المسافه دي برضو ما تقلش عن 25 متر، خد بالك ما تقلش عن 25 متر. تمام؟ وهنا نفس الكلام من نهايه التنكات، النهايه هنا، تمام؟ الى المسافه دي لا تقل عن برضو 25 متر كده. هنا في حوض، هنا في حوض، واخد بالك، دي منطقه الايه للبضائع العامه او جنرال كارجو، وبالتالي في سقيفه من هنا وفي سقيفه من هنا. تمام؟ بالك، ودي الابعاد نفس الابعاد برضه، المسافه بين السفينتين 30 متر، وفي هنا 20 متر، 20 متر لعرض السفينه، خد بالك، 20 متر و20 متر لعرض السفينه بتاعت الجنرال كارجو، بينما هنا عرض السفينه كان 55 متر، 55 متر بالنسبه للاويل تانكس. تمام؟ تمام؟ بعد كده هنا بالنسبه لرصيف الركاب، واخد بالك، خلى فيه رصيف موازي لخط الشاطئ. تمام؟ في رصيف هنا، رصيف هو عباره عن مونس، مونس موازي للايه؟ حاجز الامواج الثانوي. تمام؟ طبعا الطول ده زي ما احنا طول السفينه اللي هو 200 240 متر، واخد بالك، وهنا الطول بتاع المولز ده، واخد بالك، المفروض ما يقلش برضو بتاع رصيف الركاب عن الايه 240 متر. تمام؟ ده بس هو الاختلاف هنا، يعني بيحاول ان هو يوريك لو انت احتجت لانك تستخدم الاحواض او الموالص، واخد بالك، ايه اللي بيختلف عن لو انه الارصفه كلها موازيه لخط الشاطئ. تمام؟ وانت زي ما انت شايف هنا الحرم بتاع دائره التدوير، واخد بالك، مفيش حاجه قريبه منه. تمام؟ لذلك في المثال اللي فات يا ريت تنزل تحت شويه، تحت هذا الحرم، تنزل في المثال اللي فات تحت هذا الحرم. تمام؟ أي سؤال يا جماعة في الكلام ده؟ أي سؤال في الكلام ده؟
دكتور بعد إذنك، اتفضل. هيبقى معطل اللي هو الطول اللي احنا مسموح نحط عليه طول الرصيف ده كده، طول خط الشاطئ ده يعني كده عشان نعرف هو لا كيف. لا، ما هو زي ما قلت لك، المفروض ان انت ايه، هنا انت رسمت اهو بهذا الشكل، واخد بالك، عملت رسمت دائرة الانحراف، رسمت حاجز الامواج الرئيسي والحاجز الفرعي، وبعد كده وجدت هذا الطول غير كافي معاك، لك مش هتعمل بقى كل تستخدم الحل ده اهو، ممكن تعمل احواض داخل خط الشاطئ بهذا الشكل، بحيث انك تزود من ايه، من يعني الاطوال بتاعه الارصفه، لان هذا الطول مش كافي معاك، انت خد بالك معايا. يبقى هنا لو انا واجد، لو واجد هذا الطول غير كافي معايا، واخد بالك، هعمل حوض هنا كده، هعمل حوض بهذا الشكل، بحيث يبقى السفينه دي هترسو هنا، واخد بالك، واخد بالك، كذلك هنا هعمل حوض كده، بحيث ان السفينه دي هترسو على جانب الحوض ده وعلى جانب الحوض ده، واخد بالك. لا، هذا الكلام في حاله لو الطول ده. تمام. تمام يا دكتور. اي سؤال تاني يا جماعه؟ اي سؤال؟ تمام، كده انتهت المحاضره، كده انتهت المحاضره.